بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم الخميس الموافق 10/9/2020، ومن مجزر البساتين وبالإشراف على مشروع صكوك الأضاحي، فقد تم تحميل 3 سيارات بحمولة 11 طن متجهة إلى محافظة الدقهلية حمولة 3 طن، ومحافظة كفر الشيخ 4 طن، ومحافظة الإسماعيلية 4 طن، ومع كل سيارة مفتش عام، وذلك لتوصيل الحمولة إلى السيد وكيل وزارة كل مديرية وتوزيع هذه اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الخميس 10/9/2020 تم تحميل 3 طن من لحوم سكوك الأضاحي متجه إلى مديرية أوقاف الدقهلية، والله الموفق. بسم الله الرحمن الرحيم. كارم فتحي فرحات. تم حمولة 4 طن لحوم سكوك أضاحي لمحافظة كفر الشيخ اليوم الخميس 10/9/2020. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد يسر عبد الحميد، صادر قلات الشركة العامة لتجارة الجملة، متجه إلى محافظة الإسماعيلية بحمولة 4 طن لحوم من سكوك الأضاحي. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد يسر عبد الونيس، سواق الشركة العامة لتجارة الجملة. إن شاء الله تم تحميل اليوم 9/9/2020 حمولة 2 طن، متجه إن شاء الله لمديرية أوقاف مرسى مطروح لتسليمها غدا إن شاء الله الخميس 10/9/2020.